اولا غناخذ واحد الخليط ديال الزعتر، الكمون، بطبيعه الحال الملحه. هذا الخليط ناخذ واحد الكونتيتي قليله ونزيدوا عليها زيت العود. سينو الا خلط الكونتيتي كبيره غندير ندردرها على داك البطاقه الصبيه وعاد ندير زيت العود كما توريكم الطريقه. الخليط ديالي بطاقه الصبيه ناخذوها نحكوها مزيان، نكتراب نقيوها مزيان ونحطوها على ورق فوق من هاد اللاطه. من بعد غادي نقطعو، ماشي غنقطعو ولكن غادي نفلحوها بهاد الطريقه، ماشي حتى لتحت، نفلحوها مزيان باش تدخلها داك اللقامه تدخلها مزيان. فوالا، حتى غادي نكملوها كامله ونحطوا الجهه المسدوده على اللاطه. فوالا غنكملوا الغزه الثانيه. سي انا مسكينه خالتي راه خدات هاد الطقس بيا على قبلنا باش تشوف لا غوسيت، باش دينا لا غوسيت 320 ريال هاد الشويه اللي خدات، لانه داك الشويه اللي كانت دارت دات من المغرب صيباتو فقط، ففرقت انه بنتها ما جات الضو قاتها كلاتها كلها فاضطرت انها تشري هاد الطقس بيا باش انها تورينا الطريقه. فشكرا خالتي خديجه، تاتا خديجه فغادي نكملو كامل. فوالا يعني كتورينا الطريقه بشويه بشويه باش نعرفوا اشنو غنديرو. فوالا غنكملوها كامله بطبيعه الحال. لا الصراحه في النهايه كتجي رائعه رائعه جدا جدا، لان بصراحه انا ما جربتهاش ولكن قلت نبارطاجيها معكم قبل ما نجربها، لان كنثق بزاف بزاف خالتي لانها عندها اسرار بزاف بزاف، وان شاء الله بحول الله غنبارطاجوها معكم بزاف. لا انني طلبتها ومن هذا المنبر كنطلبها عاوتاني تصيفط لي دي فيديو باش نبارطاجي. هنا مي غادي نكملوا، مي غادي نكملوا الطقس بيا في التفلاح ديالها. فوالا انا باقي ما كملتش، انا باش نقطع لكم فيديو ونخلي لكم فيديو كامل كما هو. فصراحه عندها ما يتكال، لا بالنسبه للحلويات لا بالنسبه للمسائل ديال الكونسيرفي، رائعه رائعه جدا جدا. يعني كنتمنى انها تبارطاجي معايا لي سكري ديالها باش نبارطاجيهم مع الاحباء ديالي. فوالا انا باقا كتفلح، انها هي التدقيق كتدقق انها باش تورينا الطريقه كما هي. فوالا يعني بقى لها والو تكمل. فوالا هنا غناخد بالنسبه لهاديك الاعشاب اللي دارت، غير كنصحكم ما تكتوش الكمون باش انه ما يطغاش الكمون على الوصفه، يعني ما نديروش كمون بزاف. فكناخدو كميه من هاد الاعشاب وكندردروها كيف ما كتلاحظوا على طبق صبيه المفلحه. فوالا كندردروها على كامله. سينو لو تخلطوا هاد الاعشاب مع زيت العود ديريكتومون وتحطوها عليها ماشي مشكل. هنا حيت خالتي كثرات الاعشاب بغات تخبيهم فهذا هاد الطريقه حتى هي بحال بحال. سينو خذوا قليل من هاد الاعشاب خلطوها مع زيت العود وحطوها على الطبق صبيه. هنا الان غتعمل زيت العود فوق الطبق صبيه كما كتشوفوا. فوالا كنحطو عليها من الفوق، كنحاول ما امكن ندقق مابغيش ندير الصوت ديالها هي، مابغيش حيت مع الابن ديال الابنه ديالها هي اللي كتصور باش ما نحرجهاش، فقلت ندير انا فيديو يعني فيديو ومن طون ندير الصوت ديالي. فوالا يعني كنديرو مزيان بالزيت العود. فوالا يعني ما كان
يعني كنديروها بكونتيتي كبيره، يعني من ماشي بحال قلت مثلا نديرو الشعله، لا وفوالا ندخلوها الفران، ومره مره نقلبوها. تقريبا خدات المده، تاخذ المده ديال تقريبا ساعه الا ربع لخالتي، يعني نتوما حسب عينكم ميزانكم. اون فوا كتقلبوها باقا ما طابتش كتشدوها عاوتاني، ماشي هاد الاعشاب لا، غير عاوتاني او تاني كتغمسوها، كتغمسوها في بداك الزيت اللي باقي عاوتاني تسقيوها عاوتاني بها. وهنا كتشدوا هاد اللاطا يعني كتدخلوها الفران، وسنعود لكم بعد ان ما تكون طابت. فوالا، فهي لا غوسيت وجدات كما قلت لكم تقريبا خدات ساعه الا ربع ديال 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 الطياب. ففعلا كتجي رائعه رائعه جدا. انا كنثيق في الذوق ديال خالتي، كتجي واحد يعني بحال الزبده، زبده يعني كتمسوها فوالا في الشو، يعني كطيب، وهي كطيب بلا ما كنعاود نكرر، فانا ما كيدير لها لا ما لا والو، غير بالفران كطيب، كتولي تبارك الله وصل عندي رائعه جدا جدا. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، وما تنساوش لايك وابوني، وكنتمنى ان شاء الله يكون جديد بحول الله، وبصحتكم وراحتكم.